عودة لكم. تفضل يا عملة. تفضل. عودة لكم مجددا اعزائي المشاهدين في صباح السعودية، وموضوع مهم للغاية. بيت العمر، الأمنية التي يريد الجميع تحقيقها ويبذلون الغالي والنفيس لتحقيق هذه الأمنية. فامتلاك المسكن يعني الأمان، الراحة، الاستقرار، الطمأنينة. ولكن البعض قد يتهور فيغرق في بحر الديون لتحقيق تلك الأمنية، فيصبح راتبه رهين للبنك لفترة طويلة جدا للعمر بنسبة استقطاع عالية. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ ناصر القرعاوي، هو رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. صباح الخير وسعداء بوجودك في صباح السعودية. شكرا لكم وصباحكم سعيد إن شاء الله، والوطن إن شاء الله دائما إلى أسعد من ذلك. نورتنا أستاذ ناصر. إيش رأيك بمصطلح بيت العمر، وهل الحين صار الوصول لهذا البيت في صعوبة؟ التسمية جميلة بالتأكيد، وعادة حينما ترتبط بالعمر فهو معنى ذلك عمر الإنسان، ولكن مشكلة السكن عندنا وليست الإسكان. مشكلة السكن هي ليست وليدة المرحلة. المرحلة الحالية أو الرؤية تعالج ما تم من تراكم في هذه الأزمة منذ 30 عاما وأكثر، حينما حجبت الأرض عن الاستثمار للسكن، وكان هناك خلل في ملف الإسكان في المملكة والسكن بالتحديد ما بين عدة وزارات، ولم يكن هناك بوصلة جيدة لقراءة مستقبل النمو السكاني. كانت المملكة في سنوات قبل 30 سنة كانت على مستوى العالم الدولة الثانية من حيث نسبة النمو السكاني، انخفضت بعد أزمة الإسكان، لأن الأسر ما دون 45، دراسات وأبحاث حتى الآن تشير إلى أن التأثيرات الأخرى التي نتجت عن صعوبة التملك لمن يرغب الزواج، ومن أيضا تزوج في مرحلة من عمره، خاصة ونحن نعرف أن الزواج كان في فترة من فترات ما قبل 40 سنة 50 سنة، في سن 20، ثم رحل إلى 25، ثم يعني وصل إلى مع الأسف تجاوز 30، وهذا منتصف العمر. حينما يكون تكون هذه التداعيات مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت أكثر. أكيد. فمشكلة السكن عندنا بدأت الرؤية تعالجها، ولكن تعالج شيء كبير جدا. أكيد. الأسر الناشئة الشباب قل عندهم رغبة الزواج، وأكثر دراسة لدينا في المركز أن العنصر النسائي أقل رغبة مما كان عليه الرغبة في السابق في الزواج. صار في عزوف. نعم. لأن جاء لها المعوض اللي ترى أنه ممكن، وليس معوضا ولكن هو دافع ومشجع، وهو العمل أو الوظيفة. حينما يكون لديها وظيفة فهي لا تنظر إلى 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 الزواج كأولوية. الشاب له أولوية، ولكن الأولويات تأتي في مرحلة عمرية مبكرة الزواج، العمل، البيت، الأولاد، المسؤوليات. ولنا تجربة سيئة جدا في موضوع 2006 حينما انهارت سوق الأسهم. أكثر من 7,500,000 مواطن خرجوا من سوق الأسهم يعضون أصابعهم ندما، ومنهم أكثر من 74% من الشباب. هذه الأزمة اللي أثرت على العالم. لكن اليوم أستاذي العزيز، عندما نتحدث عن بيت العمر وهذا المصطلح الذهبي اللي الكل ينتظر هذه اللحظة عندما يسكن هذا المكان، خلينا نتكلم عن العادات الاجتماعية، الوعي الثقافي، هل لهم تأثير على اتخاذ الشخص قرار قد يفوق قدرته المالية في بناء بيت؟ ثقافتنا المجتمعية مؤكد أن هناك تأثير مرحل من الأجيال السابقة، من الأب ومن أيضا المجتمع. لازم يكون عندك بيت، لأن هذه جزء من الاستقلالية، وأنت لا تستطيع أن تتزوج وتبقي زوجتك مع أسرتك، ولا تستطيع أيضا أو ترى أنه ارتهانك لبيت مؤجر لسنوات طويلة أن هذا ليس أمانا لأولادك
ولا لاستقرارك، وأنت ذكرت في ذلك هو الاستقرار. الاستقرار شيء مهم جدا، والمجتمع يحتاج إلى العوامل الاستقرار. من عوامل الاستقرار العمل، التعليم، الصحة، الخدمات، وهذه متوفرة والحمد لله في من 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 الدولة. ولكن في الجانب السكني عندنا فجوة كبيرة بين العرض والطلب. نسبة النمو في السكن عالية والمعروض أقل، وما لم تحل مشكلة الأرض البيضاء. يعني أنا منذ يومين كنا في رحلة، قدمنا إلى الرياض، وكان إلى جواري بعض من يعملون معي في هذا المجال. كان حديثنا على موضوع المساحات اللي داخل مدينة الرياض، أكثر من 40% من مساحة مدينة الرياض فاضية. الرسوم التي أقرتها الدولة على الأراضي البيضاء ضعيفة، يجب إعادة النظر فيها لإجبار أصحابها التخلص منها، لأنها أعاقت الخدمات، أعاقت السكن، أعاقت أشياء كثيرة جدا. وهم حصلوا عليها بدون، يعني ربما يكون بدون مقابل، فبالتالي هذا يؤثر على المكون العام للمجتمع. هنا يكون بيت العمر حلم، مثل ما احنا نتحدث في يعني في مجتمعنا مناسبة الزواج غير أي مناسبة أخرى. أكيد صح. مناسبة الزواج حينما ندعى إلى مناسبة الزواج، الفرحة والفرح والمظاهر الاحتفال، فما بالك لما يكون بيت العمر. صحيح. حينما تكون الزوجة والأولاد أو الزوج نفسه يحس أن أولاده عايشين في بيت ملك، غير لما يكون هو في آخر السنة كم دفعته وكذا. لكن مشكلتنا هي أنه الجيل الآن هو يعاني من القروض. الملك فيصل أتذكر أنه قال مرة وكررها أيضا رحمة الله عليه الملك فهد في قضية أخرى، الملك فيصل قال لا ترتهنون المواطنين للقروض. القروض مشكلتها مشكلة. الأمر الآخر، الملك فهد رحمة الله عليه أحد رجال الأعمال في مؤسسة مالية، كان يعطي قروض لشراء سيارات يعني لشريحة معينة ممن يعملون في خدمات الدولة الأمنية. فكان هناك أيضا أعداد كبيرة يزج بهم لعدم وفائهم، لعدم قدرتهم، إلى السجون. استدعاه الملك فهد بناء على ما أشار في دراسته الأمير نايف رحمة الله عليه بحكم وزارة الداخلية. فاستدعاه وقال يا فلان، أنت مواطن ونحن مواطنون، وتوسعت في إقراض المواطنين في القطاعات العسكرية لشراء سيارات، وتطلب، إحنا ما بنفتح المزيد من السجون لعملائك، بدل ما أصرف على سجون أصرف على مدرسة، أصرف على مستشفى، أصرف على خدمات، ولذلك قلل ولا احفظ مالك. صحيح. هذا هو الفكر، هذا هو الفكر. حماية المواطن، حماية المواطن هو من الأرض. إذا حررت الأرض في التي تمتلكها الدولة، سواء كانت وزارة السكان أو وزارة الشؤون البلدية، لأن وزارة البلدية هي كانت المشكلة فيها، جففت المخططات الحكومية، وأيضا صندوق البنك الزراعي في فترة من فترات، البنك العقاري لم يقرض بما كان يجب أن يقرضه، وتوصلت الأمور إلى ما وصلت. طب أستاذ ناصر، إيش رأيك أن سياسة الادخار أو أنه يشتري أرض بطريقة الأقساط، بعدين يقسطها على يعني مدة طويلة على راحته لما يبني بيت العمر، هل أنت مع هذه الطريقة؟ هذه للمضطرين، ولكن إذا لم تكن هذه الحيلة إلى الاضطرار فأنا لست بحاجة إلى أن يعني أدفع بالملايين من الشباب، لأنه ارتفع الناس يعني تعودوا على أنه نسبة الشباب في السعودية 73% وصلوا 78%. صح. نسبة الشباب دون 45 سنة، وهذولا هم القوة الضاربة للمستقبل، هم القوة ليست الناعمة ولكن القوة القادمة للمستقبل. جيل سلمان بن عبد العزيز يحتاجون إلى المكونات الرئيسية لاستقرارهم للمستقبل، السكن جزء من ذلك، وإنما إعطاء القروض أو شراء الأرض بقروض هي جزء منه. أما مسألة الادخار فمن يستطيع أن يغطي على التزاماته لأولاده
المصاريف تغيرت والحياة تغيرت. لننظر في يوم صرف الرواتب كيف الناس كلهم في الأسواق، كلهم في هذه 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 سلوك عام. لكن علينا أن نعي أيضا أننا بحاجة إلى مرشدات. أكيد. يوم سادي العزيز، يعني خلينا نبسط هذه المسألة ونتكلم اجتماعيا بكل صراحة، وهذا الشيء منتشر في مجتمعاتنا الخليجية. البعض ممكن يغرق في بحر الدين من أجل المكانة الاجتماعية، يقول والله أنا ما أبي الناس تشوفني إني أنا ساكن في شقة صغيرة ملك، أنا ببيت كبير، أبي لما الناس يجوني مثلا عندي مكان واسع نستقبل فيه الناس. فيضطر من أجل هذه النظرة الاجتماعية إلى أن يغرق في ديون تستمر إلى سنوات طويلة. فكيف اليوم نوازن بين النظرة الاجتماعية وبين القدرة المالية والاحتياج من أجل الوصول إلى حل مناسب؟ الكثير من المظاهر الرؤية الاجتماعية السلبية كنا نعاني منها، مثلا في سوق العمل لم يكن هناك من يرغب في أن تذهب ابنته أو زوجته أو قريبته إلى سوق العمل. الآن هو من يبحث لها عن عمل، في هذا الأمر هم قلة، ومن من يسعى إلى مثل هذه المظاهر سيدفع الثمن، سيجد يوم من الأيام أن بابه مغلق لا يستقبل أحدا، ومن يطرق بابه لسداد الإيجار سيكون يوم من الأيام يرحم سبحانه وتعالى. كل الشكر لك أستاذ العزيز ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، على وجودك في صباح السعودية، وإن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. وبمناسبة يوم التأسيس نتمنى أن تنتقل هذه المشاعر مثل ما انتقلت الرؤية إلى بنا إلى المسرح العالمي، أن يكون شبابنا إن شاء الله ومجتمعنا دائما بألف ألف خير. شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ ناصر القرعاوي، يعطيك ألف عافية. كذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم من صباح السعودية، يعطيكم ألف عافية على كل من كان معنا، وشكرا كثير 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 لزميلنا سلمان يوسف على تواجده معنا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك آمنة، شكرا لكل طاقم عمل برنامج صباح السعودية، شكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، شكرا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أتمنى أن يكون ضيف خفيف عليكم على مدى 3 أيام، إن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى، وإلى ذلك الحين نقول لكم مع السلامة.